صاد حطينها هنا فوق الطاولة. سمي أمرك. سلمي أمرك. سم الله عدوك. يلا. هذا واحد أخذ بنت عمه يحبها وأخذها، والبنت جيدة أمه ما تبيها، أم الرجال ما تبيها، تبيه ياخذ من بنات خواتها. المهم البنت، عاد أنا أتكلم عن قصة لها حول 100 سنة. أوه. المهم البنت جيدة، ولجوا الرياجيل لناها مشبوبة. قبل من أول الرياجيل يحكمون الحريم شغلهم وشطارتهم في بيتهم. لا جاءوا فاضوا من صلاة الفجر للنار مشبوبة، ومحضرت لهم القهوة اللي هي ما تسويها، بس محضرة كل شيء. والولد حبها بنت عمه. المهم وهذا هو وهذا هو، قالت أنا لازم أخليه يطلقها، ما نبي ما تبيها ولا تبي لها شوف، والبنت جيدة ما هي من النوع اللي يذي، يعني جيدة. المهم يوم إنها جاب يسافر، من أول الناس يجلون يروحون للشام يجيبون لهم أغراض ويجون. يوم درت أمه عاد عندهم واحد كنا خبل في الحافة القطيل، خلت الين راح، قالت الخبل أنا القطين اللي هو مجموعة بيوت شعر، يسمى القطين من أول الناس. لا هو صحيح القطين يجون على الماء. قطين اسمها. المهم كل قالت للشف لا جا الفجر، لا قبل لا يطلعون الرياجيل من هي ما تدري الحرمه ببيتها بخدرها قاعده، بيت الشعر مقسم 3 اقسام وهي لها خدر كانك تدخل عندها وتطلع، عشان الرياجيل يشوفونها يقولون هذه يمكنها خاينه. كل ما جو الرياجيل هم يشوفون الرجال طالع من عندها، هي ما تدري، بس انه حافظ صوت لهم امه واختها يقولون لها ادخل عندها عشان الناس تشوفك بعيونهم، عشان بعدين لا منها قالت طلقها، يعرفون ان رياجيلها خاينه. هي بنت يعني بنت شاطره. اي المهم وهذا هو وهذا هو، كل جاهو عاد راجع استحوا الرياجيل من تقديرهم له انهم يعلمونه. استحوا انهم يقولون ترى حرمتك رجال ان يدخل عندها الفجر، وشوف رجال ان يطلع من عندها. بسم الله. المهم وهذا هم وهذا هم، يجي واحد شافتها لو ما تحرك الرجال، يعني الولد ما ضرب الحرمه ولا هاوشها ولا طلقها ولا شيء، عرفت ان الرياجيل ما قالوا له. تجي تنادي الخبل مره ثانيه، قالت لا من شفت ولدي طالع من صلاه الفجر انت تطلع من عندها، كانك داخل وطالع من عندها، خليه يشوفك. المهم يوم جاء الرجال، هو يشوف الرجال يوم انا طالع من عند حرمته يسكت، خلاه لين راح ويدخل عليها، قال لها من هو هذا؟ قالت من هو؟ ما تدري عنه، في شقها اللي هي في قاعده فراشها فيه وتحرف على عمرها على صلاة الفجر. قال انت تو طالع من عند الرجال، من هو يا الخاينة؟ قالت والله يا ابن الحلال ما شوف ما عندي رجال، هذا نجاسة. المهم تهاوش وياها ويضربها. يوم يضربها من اول البدويات لهن، يعني عيب الرجال يمد يده على حرمته بدون سبب. راحت عندها ناقة هي وركبت ناقتها وروحت لأهلها. يوم راحت لأهلها ويجلس عندهم قابل بيته، ما دخل البيت ولا دخل بيت الشعر بيتهم ما دخله، جلس. يوم من جلس له يطالع ببيته قال عاد قصيدته، قال انه وقت سمحه فوق مزمومه رطعاس، ارمني ضر عيني على قد ظني، جيت المراح وشفت بها مشعه الراس، مشعه الراس اللي هو يوم تكد شعرها يطيح، جيت المراح وشفت به مشعة الراس، وذكر لي جروحي اللي مضني، شفت الثلاثة اللي على الدار جلاس، أبى الخبر منهن ولا خبرني، يراك بنت ثنتين يشدن الأقواس، عند رمان الحمر درهمني،
ما فوقها الا الكور بقياس، وسفايف من فوق اربعه يلعبني. لي بنت عم، لي بنت عم ما وطت درب بلد ناس، ولا دنست يوم النسى يدنسني. ضربتها وانا احسب الضرب نوماس، طلقتها يا مفخه العقل مني. لو ينشكي حب على الطير قرناس، الطير قرناس من احسن الصقور. لو ينشكي حب على الطير قرناس، يضحى الضحى في ماقعه مستكني. ولو ينشكي حب على الذيب سلحات، يعني يقعد مع الحرام ما يجفلني الغنم. يسمع عاد هذا الخبل اللي عنده، وهو يطالع ببيته ويقصد هالقصيدة. يوم انه خلص يجي يجلس جنبي، قال ترى حرمتك ما فيها شيء، تراها شريفة عفيفة. اوف، هذا اللي يسمونه خبل. قال طيب فيه رجال يطلع من عندها؟ قال انا اللي كنت اطلع من عند حرمتك وهي ما تدري، ولا عمرها شافتني ولا عمري قابلتها. ترى امك واختها جابوا لي ثوب وجابوا لي عمامه، من اول ما يعرفون كلمه غتره عمامه. اي عمامه. ولبستها وتراها ما فيها الا العافيه. الحين ما يقدر لانه ضاربها، والحرمه منه لها كرامه. اكيد. راح لابوها، ارسل القصيده هذه لابوها. عاد ابوها رد عليه انها يعني مين براجعت لك انا، والله رد ابوها ماني حافظته زين. المهم ياخذ الولد يمرض من اللي حبه لحرمته ومن الظلم اللي وقع على الحرمه، يمرض ويختارها الله من الدنيا. الله المزيد. وتسمع البنت وهو مطلقها، طلقها طلقه واحده على الكلام يعني. المهم يوم سمعت به وتجي ويختارها الله وراه اسبوع بينهم اسبوع. فهذا ظلم يعني، امه اظلمت، ظلمتهم الاثنين. نعم صحيح. فهي قصه مره نعم دايما يعني نعم معروفه ظلوها. نعم صحيح. الظلم احيانا والقبن والقهر اكيد انه